سرير أخضر مقابل سرير وردي. حسنا، بنى بابا للتو سريرا جميلا بطابقين للأخوين. لماذا اللون الوردي؟ هذا سرير شجرة، يجب أن يكون أخضر. لا أهتم، أحب الوردي. وهكذا اختار ولف اللون الأخضر. في هذه الأثناء اختارت لوسي اللون الوردي باعتباره اللون الأساسي لسريرها. سرير الوردي أفضل بكثير، أليس كذلك؟ قبيح جداً، لن أجلس لديها أبداً. لن أسمح لك بالوصول إلى هنا. لا تنزلي إلى سريري أبداً. يا عزيزي، هذا محرج للغاية. ولفو، أين يذهب ولفو؟ رائع، الكثير من الطعام والمشروبات الغازية. كيف يمكن للوسي أن تقف الآن؟ لو علم ولفو أنه سيكون غاضبا جدا يا لوسي. لا لوسي، ما هذا؟ ولفو غاضب حقا. توقف. أنا صنعت هذا السرير لكليكما، يجب عليكما مشاركتهما مع بعضكما البعض. أنا آسف. أنا آسفة لأني أكلت طعامك. لا بأس، يمكننا أن نأكل معا. خدعة لعبة الغميضة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سيكون أجمل لو كان هناك تمثال. واو، لماذا يستخدم فاندو ألوان الطعام؟ تسعة، عشرة. تمثال باندو. من أجلك. واو، تمثال باندا محاصر. أمسكتك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هل لدى ولفو طريقة للفوز بلعبة الغميضة؟ يمكنني التظاهر بأني شخص آخر. مرحبا. من أجلك. هم.
سيدي هل ترى هذا الشخص؟ شكرا لك. ربما انتقل الى مكان اخر. مرحى، ابتكر باندو طريقة لنشر إشعار يبحث عن ولف في كل مكان. مرحبا يا فتى، كيف حالك؟ أمسكتك. هذه اللعبة ممتعة، أليس كذلك؟ للخلف للأمام، للخلف للأمام. نصائح حول سلامة التجذيف. رائع، ما هي التجربة الممتعة التي سيخوضها وولف ووالده اليوم؟ دعونا نتابع أيها الأصدقاء الصغار. لا تنسى سترة النجاة. تساعدنا سترات النجاة على عدم الغرق في حالة حدوث موقف سيء. أها، وولف يريد إطعام الأسماك، لكن هل هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك؟ يجب إطعام الأسماك بشكل صحيح وفقاً لتوجيهات والد وولفو لضمان السلامة. اجلس بهدوء، من الخطورة الوقوف أو المشي على القارب. مرحباً. تتسابق؟ أوه، وولف لا يستطيع الاستسلام. لا تفعل ذلك، سوف ينقلب قاربنا. جذف إلى الأمام. للخلف للأمام، للخلف للأمام، للخلف للأمام، للخلف للأمام، للخلف للأمام. رائع، بفضل التجذيف المناسب فاز كلا الفريقين. مرحبا شباب. مرحبا. أليس هذا ولف؟ وولف النمر الأسود. واحد، اثنان، ثلاثة، ثمانية، تسعة، عشرة. النمر الأسود وولف يلعب الغميضة مع أصدقائه. لكن لا، يثير وولف غضب أصدقائه لأنه يلعب بشكل جيد. Oh!
كات، معدتك تؤلمك أو شيئاً؟ لقد شممت للتو رائحة. يا إلهي، هذا ليس لطيفاً. هو الفوق؟ ليس من الممتع أن تكون أنت النمر الأسود. انظر، وولفو. كات غاضبة بالفعل. أوه لا، ماذا يحدث؟ اتضح أن وحش البحر بوفو قد استيقظ ويحاول غزو البر الرئيسي. هجوم! نحن آسفون. نعم. أطفال، كل شخص له خصائصه الخاصة، عليكم احترامهم. أها. أمي. لا، أمي هي لي. شكراً لكم على هذا الحب، ولكنني أريد أن أقضي وقتاً مع عائلتي. حسناً، هل يمكننا العودة غداً؟ نعم، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أمي. أمي، هل يمكنك شراء الروبوت الجديد لي؟ نعم، أجل. أو لا، انظروا، هناك الكثير من الناس يأتون إلى منزل بوفو. توقفوا. بوفو، هل يمكن لك قضاء بعض الوقت للحصول على توقيع أمي؟ أرجو. أجل. واو، إنهم معجبون بأمي بوفو. المتجر مغلق. يعتقد بوفو أن أصدقائه مزعجون. اذهبوا، ابتعدوا. نحن آسفون لإزعاجك. أهلا، انتظروا. أرسل أصدقاؤك للتو هدية اعتذار. بوفو، أرجوك تعاطف مع أصدقائك. نعم. الآن أدرك بوفو حب أصدقائه لعائلته. مرحباً. شكراً لكم. نعم. اسمعوا، لا تغاروا من أصدقائكم أبداً. لا،
يا إلهي، حورية البحر لوسي في ورطة، هذا خطير جدا. وولفو حارس الحوريات. هذا الرجل ممل جدا. الحارس الشخصي وولفو أخرق للغاية. هاي وولفو، يمكنك التقاعد الآن. نانسي، أحتاج إلى حارس جديد. دعينا ندعو ثور. حسناً، هل الأبطال الخارقون يفعلون ذلك جيداً؟ مذهل. أوه لا، أركضي. يمكن للماء توصيل الكهرباء، قوتها يمكن أن تضر بنا. ماذا عن الرجل العنكبوت؟ نعم. مرحبا، أرني مهاراتك. الحرير الخاص بي لا يمكن أن يذهب تحت الماء. آخر شخص هو هالك. مرحبا. هيا. أوه لا، هالك قوي جدا، فهو يجعل حوض السمك بأكمله في حالة من الفوضى. يكفي، سأقوم بتجنيد رجل آخر. وهكذا لا يوجد بطل خارق يضاهي حورية البحر لوسي. أوه لا، أركضي. لا تقلقي، أنا قادم. إنه أنسب شخص للطيران تحت الماء. نعم، أرجى اختيار المناسب. وولفو الشقي. يبدو وولفو وباندا متعبين. هيا نلعب كما نفعل على كوكبنا. من يجد الصندوق مع صورته فيه أولا سيفوز باللعبة. حسنا، دعونا نرى، وولفو أو باندا، من سيفوز الآن؟ أن يترك وولفو هذا الصندوق هنا. يجب أن أخفي هذا. أو لا، لا يجب أن نغش وولفو. أوه.
صندوق فارغ. مربع واحد يبقى. فقط المسكين باندو ولف غير المعروف أخذ صندوقه. شكرا للحصول عليه. هيا بنا قم بتشغيله. أنا آسف جدا لعدم اللعب الجميع. لا بأس، لنلعب معا. مسبح كرات مصنوع من الليجو. هيا بنا. هذا خطأك. توقف. لا، إنه لك. توقف، توقف. إن استمررتم في الجدال يا رفاق، لن نتمكن من إصلاح المسبح. هيا بنا لنصلحه معا. حسنا، أجل. هيا بنا، هيا بنا. رائع، لذلك تم إصلاح مسبح الكرات. مرحى. لكنها ما زالت لا تعمل. أوه لا. نصنع مسبح كرات من الليجو. سيكون هذا كبيرا، ليس لدينا الكثير من الليجو. أجل، يا لها من فكرة سيئة. دعوني أشرح لكم. أوه، ما هي خطة وولفو؟ إلى مسبح كرات الليجو الملون هذا، الأطفال مبدعون جدا. آها، أصدقاؤها يختبئون بسرعة. هل لدى كات طريقة؟ أريد الذهاب للمرحاض. يجب أن تذهبي أيضا، ستكون رحلة طويلة. لا، أنا لا أشعر به. أوه، إذن لوسي قررت ألا تستخدم المرحاض. ستشعرين بالعطش إذا أكلت كثيراً. لا تقلق، أنا لدي ماء. من يريد أن يذهب معي إلى المرحاض؟
يا إلهي، بسبب التعب الشديد غرقت لوسي في النوم. صغيرتي، لا تشربي الكثير من الماء. لا توجد هنا استراحة إذا أردت استخدام نونية الأطفال. حسناً، يا له من شلال جميل. هل وصلنا؟ أوشكنا على الوصول، بقيت ساعة واحدة. هل تتحملين؟ أوه لا، إلى متى تستطيع أن تتحمل لوسي؟ أوه أبي، توقف بسرعة. ما الأمر؟ هيا تحملي قليلاً. لماذا لم تخبرينا؟ لأنني لم أذهب إلى المرحاض من قبل، أخشى أنك ستوبخيني. لن نفعل ذلك، لا يمكنك التحكم بنفسك، لكن في المرة القادمة أخبريني قبل أن تركبي في السيارة. فهم أمي؟ عفواً، انتظروا لحظة، أريد الذهاب إلى المرحاض. لا تلعب كرة القدم بالقرب من الطريق. رائع، هل وولف جيد في ركل الكرة؟ أوه لا، هل يمكننا اللعب في منزلك وولف؟ أوه، وولف يجب أن يعتني بأخته، كيف سيلعب كرة القدم؟ دعونا نذهب إلى منزلي. أوه، كل الخضروات التي زرعتها والدة بيجي قد دمرت. انظروا، ليست فكرة جيدة أن تلعب كرة القدم في منزل بيجي. إذن أين يمكن لعب كرة القدم؟ ماذا عن اللعب هنا؟ دعونا نرى إن كانت فكرة وولف ممكنة. يا إلهي، إنه أمر خطير. يمكنك لعب الكرة فقط في المكان المناسب، يمكن أن تزعج الآخرين أو تعرض حياتك للخطر. آسفون، دعونا نذهب إلى الملعب.